انا رمى عليها اليمين بقى لي 27 سنه. يعني بقالك 27 سنه مطلقها؟ رمى عليها اليمين مطلقها. رمى عليها اليمين. لكن ما طلقتش رسمي؟ لا، كل واحد جاي فوت. انت اتجوزتها عشان بتحبها ولا اتجوزتها صالونات؟ اتجوزتها عشان بحبها. بتحبها؟ جواز ده يعني بعد إيه؟ بعد خبر يعني شوف كام سنه، 5 عيال يعني. حبيتها قوي. ما بيننا خلاف. انا وانت يعني انتوا كنتوا بتحبوا بعض، ايه اللي خلى الحب ده يروح؟ الله الله اعلم بقى، معمول عمل الله اعلم، معمول حاجه الله اعلم. لان هي كانت كده كويس، قلبت مره واحده كده بقت تشتم العيال شتيمه وسخه وشتيمه قله ادب وبتاع. انت قعدت كام سنه طب بتحبها؟ انا متجوزها وانا عندي حوالي 25 سنه. تمام. او 26 سنه. لحد امتى فضلت بتحبها؟ لحد ما زال لحد دلوقتي. لحد دلوقتي بتحبها؟ حتى بعد اللي بتعمله؟ بتحبها؟ بحبها. بحبها بس نفسي شايله بقى. قلبك شايل؟ ولما تشوف. انا فعلا بحبها بس قلبي شايل. انا بتجرب تشيل مش عارف، مش قادر. ده ما اكون معمول لعمل في البيت. هيبقى كل واحد. الموضوع قفل خالص؟ خلاص. يعني اكتر من جمعه نامها وخلانها وشتمت عنامها وخلانها عادي تاني اختم الدنيا. يعني انت يعني هم جم يحاولوا يصلحوا بينكم؟ وهي اللي مرضيتش؟ لا مش مرضيتش، هي مش عايزه تغلط نفسيها. مش عايزه تغلط نفسيها؟ هي اصلا كلها كده غلطانه 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 وراكبه غلط فوق دماغها. مش عايزه تغلط نفسيها. شايفاك انت اللي غلط؟ ايوه. بتطلع عليا كلام مش عايز اقول لك عن حاجه، ممنوع اقول الكلام ده، تقول حرام تقوله. كلام مش كويس. حضرتك كنت بتعملها كويس ولا كنت لا كنت بعملها كويس. انا سافرت السعوديه لا مؤاخذه، سافرت الكويت لا مؤاخذه، لبستها الغالي، لبستها القطيفه الغاليه اللي ما كانتش موجوده في مصر، والخدوجه ما كانتش موجوده في مصر، لبستها لها. يعني لبستها لبس عمرها ما شافتها. ما فكرتهاش طب بالحاجات دي؟ انا هي ما هقول لك ايه، ولا في دماغها ولا في دماغها. هي كمان بطلت تحبك؟ انت كده انت ما بطلتش تحبها، انت لسه بتحبها. انا بحبها بس مش ببين لها ان انا بحبها. طب ما تبين لها. انا لما اقعد مع واحده بكلمها يعني عادي، بتكلمني عادي، بيجي لها جنان. بتغير؟ ايوه بيجي لها جنان. ما بتحبني تبقى تحترم نفسيها. يعني ايه بتغير؟ بتحترم نفسها بقى مع ايه؟ مع جوزها. تكلم جوزها بكلمة حلوة، تكلم بكل أدب باحترام. طب ما تبدأ أنت مثلا. مفيش، بدأت. جرب ما فكرتش مثلا وأنت رايح لها تجيب لها وردية؟ بقول لك أنا بقول لك جبت لها الغالي. وأنا دلوقتي على ذمتي كمان جبت لها الغالي. وأنا بقول لها الكلام ده غلط. ياما الكلام ده غلط. طب أنت أنا عايز أعرف حاجة، يعني أنت مش عارف. حضرتك طيب وكل حاجة بس أكيد في حاجة غلط عملتها. الحمد لله أنا ما عملتش ولا غلط. أنا حنين أولاً. أنا حنين تمام. يعني أنا عمري في حياتي ما زنيت ولا عملت أي حاجة وحشة. بقول لك سافرت السعودية، سافرت ليبيا، سافرت لا مؤاخذة العراق، رحت لا مؤاخذة بتاع تونس، رحت لا مؤاخذة إيطاليا، سافرت بلاد كلها. أنا أعرف إن البني آدم الحنين، يعني أنا دلوقتي مثلا لو حد حنين عليا مهما زعلني بفتكر له الحنية دي فبطيب. بيقول لي لمراتك دي إيه ده؟ أنت عايز إيه جامعة؟ أقول لهم يا جدعان في إيه؟ انا بحبها في ايه؟ لا تقول لي طوله، انا بسيبها تهوى ولوحديها وبروح اقعد لوحدي. زعلان؟ ايوه ما حدش يجيب لي سيرتها. طبعا زعلان. طبعا زعلان، بس زعلان بقى في نفسي، كاتم في نفسي. يعني كاتم في نفسي. يعني انا اخد اوضه قاعد فيها لوحدي. وهي قاعده في اوضه. مشكلتك في حياتك كلها؟مش ممكن. هتبقى مبسوط؟ بقول لك ابقى مبسوط بس مش ممكن. انا بقول لك مش ممكن، لان انا عارف انا عشت عمر، عشت كام سنه، عشت 50 سنه معاها. لسه بتحبها؟ انا بحبها لحد دلوقتي لا مؤاخذه، بس انا خلاص نفسي شالت. بس برضه كل ما اشوفها قلبك بيتي بنسى بفتكر ايام زمان، بفتكر ايام زمان. تنسى الوحش تفتكر القديم. هي برضه ما عندهاش. هي بتفتكرش؟ ما تقولش كلمه حلوه لجوزها لا مؤاخذه. يعني اقول لك ايه،
طب انت بتفتكر ايام زمان ايه كان بيحصل؟ ايه زمان كان بيحصل؟ كل حاجه ادب واحترام وكل حاجه. لا مرضى في البيت ما فيش حاجه ناقصه وكل حاجه لعيالها مش حاجه ناقصه ومجهز عيال الاربع بنات والتاني جايب له شقه تمليك. يا مغزى كنت واخد شقه السلام ربنا كان كرمك العبد. بعتها وعملت له الشقه بيت ايه بيت جده. اشتريتها من اخوها وعملتها له ودخلته مع عيلين دلوقتي. يا مغزى انت وبنت التاني عندها معاها عيلين. طب انا هسالك سؤال يا حاج، حضرتك بتقول انك حنين وبرده ده كله هي يعني برده حصل المشاكل؟ لا لا مشاكل دي المشكله في الحنيه. المشاكل دي لا يعني انت هو كلامه زعيق وبتاع. انت مشكلتك في الحنيه يعني حاسس ان مشكلتك انك حنين؟ انا حنين، انا مش وحش صدقني، انا مش وحش. طب انت شايف ان الناس تبقى حنينه على بعض ولا الناس تاخد بالها؟ طبعا لازم تبقى حنين. يعني ايه حنيه اصلا؟ حنيه مغزى انك تحبها، مغزى تشوف طلبت ايه عاوزه ايه طلبها ايه بتلبسه بتجيبه. فمؤاخذة يعني معايا هجيبه، معيش هقول لها معيش خلاص. ممكن يبقى الحنية برضو فيها كلمة حلوة ممكن. أيوة ما هي والحنية ايه؟ ما كلمة حلوة، كلمة تضحك يا مؤاخذة، تهزر تضحك كده يعني معروف كده كده. مفيش دي سعودية، مفيش يعني، هي سعودية وانا صعيدي بس هي من ناحية واحدة.